موعدنا الآن مع أخبار الاقتصاد وميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكم سحر ونهى، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بين شركة بالم هيلز للتعمير وشركة ماريوت الدولية، ذلك للتعاون من أجل تطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية ريتز كارلتون بالم هيلز في منطقة غرب القاهرة، والتي تبلغ استثمارات المشروع بها 4 مليارات جنيه ويوظف 600 فرد بعد التشغيل كعمالة مباشرة ونحو 45 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء. وعلى هامش التوقيع قال مدبولي أن مصر تولي أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي، خاصة في منطقة غرب القاهرة القريبة من الأهرامات والمتحف المصري الكبير الذي تستعد الدولة لافتتاحه. في إطار مشاركته في فعاليات قمة كوب 28 بدبي، شارك وزير البترول طارق الملا في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان سبل الاستفادة من جهود خفض الانبعاثات الكربونية من إمدادات الغاز في شرق المتوسط. وأكد الملا خلال الجلسة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لكافة الدول المصدرة للغاز الطبيعي للتأكيد على أن الغاز هو الوقود الانتقالي الأنسب نحو الانتقال إلى نظام طاقة عالمي منخفض الكربون. وأشار الملا إلى أهمية تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقي. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.9 من 10 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 2.82% ليغلق عند مستوى 25,265 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة تقدر ب 1.51% ليغلق عند مستوى 5,384 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7,840 نقطة. انخفضت أسعار النفط رغم تكهنات بانتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 85% إلى 78 دولار للبرميل، فحين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة تقدر ب 73% لتصل إلى 73.53 دولار للبرميل. ولقيت أسواق النفط دعماً من إعلان أعضاء في مجموعة أوبك بلس في اجتماع عقد الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بشكل طوعي بمقدار 900 ألف برميل يومياً. تخطى سعر الذهب مستواه القياسي التاريخي متجاوزا 2100 دولار للأوقية في ظل التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وحقق الذهب 2135 دولارا للأوقية عند بدء التداولات في آسيا، محطما الرقم القياسي التاريخي الذي سجله عام 2020 بان تفشي وباء كورونا. وحدث تهافت خلال الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذا آمنا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
أرجأت محكمة في هونغ كونغ جلسة استماع مقررة بشأن التماس تصفية شركة إيفرغراند الصينية المتعثرة للتطوير العقاري حتى 29 من شهر يناير المقبل، وتحاول إيفرغراند الحصول على دعم من دائنيها لخطة إعادة هيكلة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار لتفادي التصفية. وإيفرغراند هي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، وواجهت مشاكل عندما قامت الهيئة التنظيمية الصينية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط في قطاع العقارات. انتهت أخبار الاقتصاد، وعودة إليكم مرة أخرى سحر ونهى. شكرا جزيلا لك ميرنا.